حنا في بحيرة أمغاس موجودة في جبال الأطلس المتوسط ما بين إفران وأزرو. وهاد البلاصة فهي قبلة للهود ديال صيد السمك اللي تيكون في الفترة ديالو في شهر مارس. تيجيو الهود ديال هاد الصيد من جميع البلايص. ولو بغيتي تشارك تتخضع للقوانين صارمة، وكذلك 150 درهم ديال الخيرات في اليوم، وما تفوتش 6 ديال الأنواع ديال السمك. بالنسبة للحوت اللي تيكون هنا تيكون أغلبية مربي وتيطلقوا في الواد، ومنو الحوت ديال التروتا اللي من السلمون تعتبر من أفضل الأنواع ديال الأسماك اللي كاينة. هاد الهواية حتى هي زوينة، تتزيد الجمالية ديالها هي التضاريس والجبال ديال الأطلس ديالنا. تنتمنى من الناس يحجوا لهاد المنطقة وغادي تعجبهم بزاف.